نتحدث مع الناس مستمعينا الكرام وموضوع الصحة النفسية والطفولة للإشارة. فهذا الموضوع يأتي في إطار مواكبتنا لمشروع صحة جيدة تعليم جيد. هذا المشروع الذي انخرطت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع كل المجالس العلمية المحلية. وحلقة هذا اليوم معنا بمساهمة المجلس العلمي المحلي للرباط. موضوع الصحة النفسية والطفولة ترافقني فيه بإذن الله الدكتورة محاسن التهامي، عضو المجلس العلمي المحلي للرباط، حاصلة على شهادة دكتوراه في العقيدة، وهي طبيبة نفسانية اختصاصية في الأمراض النفسية والعقلية ومعالجة سيكولوجية. دكتورة يا أهلا وسهلا بك، مرحبا. أهلا وسهلا بك أستاذة وفاء، ممنونة جدا للاستضافة. مرحبا. عن موضوع بالغ الأهمية بالتأكيد. فعلا سميت لهذه المواضيع، يصدق المثل درهم وقاية أفضل من قنطار علاج. أني يوميا حين يأتي إنسان مع ابنه أو ابنته وهو شخص بالغ للأسف، يعني يأتي مع ابن أو ابنة 30 سنة أو أكثر أو مراهق ويقول لك كيف أتعامل معه، فأنا داخليا أقول يا ليت لو سأل هذا السؤال حين كان طفلا، الآن فالمسألة صعبة جدا. نعم، الموضوع جميل. إذن قبل أن نفصل في الموضوع، أنا بداية ما أود أن أهنئك على الجمع بين التخصصين، ما شاء الله عليك، بين العلوم الشرعية وبين التخصص الطبي العلمي، فتبارك الله عليك دكتورة، ما شاء الله عليك. طيب دكتورة، ونحن نتحدث عن يعني الطفولة وأهمية الطفولة، وأنت قلتي يعني قبل قليل بأن بعض الأسئلة تقولين يا ليت الشخص تحدث عن هذا الأمر قبل هذا لتكون الوقاية. فلإشراك المستمع معنا في هذه المعلومة عن أهمية الطفولة، حدثينا أكثر عن هذا الأمر، لماذا الطفولة مهمة إلى هذه الدرجة، ولماذا ينبغي أن تأخذ حيزا كبيرا من حديثنا؟ نحاول نبسط المعلومة قدر الإمكان. نعم. إن الهدف هو العمل. صحيح. هي مهمة لأمرين، على الأقل أمرين. أولهما كونها تشغل ما يقرب من ربع حياة الإنسان، يعني الإنسان يبقى طفلا لمدة طويلة لسنوات حتى البلوغ. نعم. ثم هي مرحلة أساسية، لماذا؟ لأنها تأسيسية لما بعدها. إن نعم. الأحداث التي تقع طفولة لها آثار واضحة في بقية العمر، سواء كان في الأفكار، في السلوك، في سمات الشخصية، طبعا هذا كله إلى جانب الجينات الوراثية، لكن للأسف لها مرحلة الطفولة لها دور مهم حتى في ظهور بعض الاضطرابات النفسية. لماذا؟ لأنها هي مرحلة ضعف، طفل ضعيف. هذه المرحلة نحتاج جميعا بشكل دائم إلى الرعاية والعناية في كافة شؤوننا، كانت بدنية، نفسية، اجتماعية، ابتداء من الطعام والشراب. فالأستاذ المستمعين لا يكاد يطفل الآن على أحد أن إهمال جانب من جوانب البدنية، مثلا مثل التغذية المتوازنة أو العناية بالصحة، كل ما هو مثلا يتعلق بالتطعيمات يعني الجلبة. نعم. أو غيره، قد يترك آثارا لا تمحى عند الكبار. هناك لا قدر الله أمراض، يعني إنسان صافي يصبح بعد ذلك معاق إعاقة ذهنية، مثلا في ارتفاع درجة الحرارة دون أخذ الإنسان إلى الطبيب. يعني الآن الحمد لله بفضل الله كل الآباء أصبحوا يعلمون أن هذه مسألة خطيرة. فهذه أمور قد، كما أن هذه الأمور قد تترك إعاقات بعد ذلك، نقص المواد الحيوية في التغذية أو لا غياب التطعيمات أو لأمراض معينة، فكذلك الأمر بالنسبة للاحتياجات النفسية إذا لم تلبى قد يؤثر هذا الخصاص بشكل بالغ على شخصية الطفل وسلوكياته، وغالبا ما يؤثر في شخصيته عندما يبلغ. لذلك فالعناية والاهتمام بالجوانب النفسية عبر توفير واحد الظروف وبيئة وعناية خاصة في الصغر تساعد على التوازن النفسي عند الكبار. نعم، جيد. طيب أستاذة، عندما نفهم الأهمية يعني خطة العمل والاشتغال تتطلب منا معرفة أخرى، وهي مرتبطة بالمعنى العام للطفولة وبالخصائص الذهنية والنفسية للأطفال، فهذه من المعارف أيضا التي ينبغي أن نتقاسمها مع المستمعين الكرام، لأنها تعتبر أساسية لفهم احتياجات الطفل وللاشتغال بعد ذلك على تلبية هذه الاحتياجات. أكيد أستاذة، شكر الله لك هذه الأسئلة الموفقة. الطفولة عموما بشكل بسيط هي فترة يكون فيها الطفل معتمد على الوالدين أو على من يعوضهما لا قدر الله في مأكله وملبسه وجميع احتياجاته الجسمية والعقلية.
بمعنى أن ما دام الإنسان عاجز عن استقلاله بشؤونه فهو يعتبر طفل، ذلك من مجتمع إلى مجتمع يتغير الصين حسب هل يعتبرون النضج النموذجي أو النضج الاقتصادي. ولكن عموما في الطب النفسي هناك 4 مراحل تقييمات: مرحلة المهد من الولادة إلى نهاية العام الثاني، مرحلة الطفولة المبكرة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مرحلة الطفولة الوسطى من العام السادس إلى العام 11، مرحلة الطفولة المتأخرة من 12 إلى البلوغ. والأطفال عندهم خصائص متعددة، من الأفضل أن الآباء يطالعون كل مرحلة ما هي خصوصيتها. ولكن عموما الفكرة الأساسية التي يجب أن تكون عند البالغين أن هذا الأطفال ليس إنسان بالغ مصغر نعم من غيره، يعني كما ويعتبر أن هذه الخصائص هي خاصة بهذه المرحلة. يعني كما أنك لا يمكن أن تعطي للطفل أن يحمل وزن 25 كيلوغرام مثلا أن تفوق وزنه، أو لا يستطيع أن يصل إلى مكان عالي مثلا يبلغ متر ونصف أو 2 أن يفوق طوله، راه كذلك هناك عملية ذهنية ونفسية وتدبير للعواطف لا يستطيع القيام بها، لأن الدماغ لا زال في طور النمو، فهو يتميز بخصائص عديدة يجب أن يتعرف عليها الوالدين خاصة فهمها والاستجابة لها وكذلك الاستفادة منها. هو عنده الطفل كيكون عنده وفاء، أذكرها وهي بعجالة، عنده فهم سطحي للأشياء المحسوسة، يعني مثلا ما عندوش قدرة على تجريد المفاهيم، أشياء خصوصا محسوسة يحسها بحواسه الخمس ويفهمها سطحيا. وأحيانا نكلفه أكثر من مستوى إدراكه وننتظر طبعا منه أن يكون أن طبعا يسير وفق القواعد الاجتماعية المرتبطة بفهم أشياء ونحبطه مجردة. للأسف، لأن التكليف بما لا يطاق نحبطه للأسف. نعم وهناك عنده تلقائية في المشاعر وعنده عواطف، وحاجة مهمة عدم القدرة، ليس لديه القدرة على السيطرة العقلية على العواطف. بالعكس هو إلى سن 12 سنة 13 سنة هو الهدوء دياله مرتبط بهدوء والديه، يعني لا يستطيع أن يدبر مشاعره بنفسه وعواطفه، يتدخل الوالدين أو من ينوب عنهما في المدرسة أو يعني البالغ هو الذي يعينه على الاستقرار وعلى الهدوء. عنده قابلية عالية لتوجيه السلوك، إنه هو يتبع قدوة ومثال شيء واقعي سواء كان في الواقع او في الرسوم المتحركه، نعم ذلك مستوى القدوه. عنده قدره عاليه على روح الصداقه والعمل الجماعي مع الاقران، يجب تنميه هذه الامور وفهمها وتقبلها، لا يمكن جعله يعيش وحيدا. عنده حب الاستكشاف والمعرفه والفضول العلمي، يعني بعض الاباء ينزعج من هذا ويجب تنميته بالعكس في المدرسه وفي تطوير النفسيه دياله. عنده رغبه في تطوير مهاراته الفرديه، يريد ان يكون متفردا. الجميع يعرف أن الطفل في هذه المرحلة أي توجيه يتلقاه يترك أثرا بالغا عليه، يتأثر بالوالدين بالأساتذة بالمجتمع بشكل كبير، ويتشرب بسهولة المبادئ والأخلاق. لذلك الناس تريد أن تحسن تربية أبنائها، لأنها تعلم أن ما تغرسه من مبادئ ستجده بعد ذلك. نفس الشيء يحدث في الانطباعات الإيجابية أو السلبية النفسية التي يتلقاها هو حول نفسه أو لا حول قيمته أو لا حول قدراته أو لا حول العالم، فهذا ما سيشكل بعد ذلك قناعات عميقة ومسلمات يبني عليها ما تبقى من عمره من سلوكيات. يعني هذه المعرفة كما قلت تبدو بسيطة ولكنها مهمة أن تكون عند الوالدين هذه التعريفات. جميل، إذن ينبغي أن يفهم، يعني أن نعيد توصيف الأدوار الوالدية بطريقة ربما مختلفة عن الفهم السائد الآن عن تلبيات حاجات بيولوجية، عن مرافقة في الدراسة، عن تنمية القيم، عن يعني كل هذه الأمور. يبقى الأساس الكبير جدا هو الاستجابة لهذه الحاجات النفسية، وقبل الاستجابة الفهم الذي ينقص العديد من الآباء والأمهات هو هذا النوع من الفهم. وأحسنتي في البداية بعمل هذه المقارنة، يعني الأعطاب على المستوى الجسد الذي قد يتركها يعني تقصير في أمر معين توازيها أعطاب أخرى كبيرة جدا على المستوى النفسي. لازلنا نحتاج إلى معرفة أكثر، فدعينا نتحدث ونفصل عن أبرز وأهم احتياجات الطفل الأساسية. سؤال في غاية الأهمية، لأنه 3 أمور أساسية تؤثر في الأطفال وتؤثر بعد ذلك في شخصية البالغ والناس اللي نتعامل معهم، منهم إحنا والناس الآخرين، يعني إلى جانب الجينات الوراثية التي ستشكل 50% من شخصياتنا ومن سلوكياتنا بعد ذلك. هناك تلبية الحاجيات النفسية، وهناك المحيط الأسري، يعني العلاقة بين الوالدين، العلاقة بين الأزواج، وقد نفرد لها حلقة أخرى إن شاء الله، وهناك نعم المحيط المجتمعي على رأسه المدرسة والأسرة الممتدة والأنشطة. يعني هذه تلبية الحاجيات الأساسية للطفل هي أهم حاجة. إلى
قبطوا عند فحد اللي قبطوا معايا الناس في هذه المساله غير هذه اليوم إذا يكونوا قد سمحتي وصلنا ان شاء الله. نعاودوا سرد هذه الحاجيات عندنا الجانب انا اللي سأسردها بطريق بتفصيل جميل. واضح بتبسيط جدا. هي الحاجيات كثيره، الى جاء الانسان وبدا كيطالعها في الانترنت قد يتشتت الذهن ديالو وتتبان له كثيره وأحيانا ولا يمكن يشعر الاستجابه بالإحباط لها. ويقول بأن هذا أمر تخصصي ولا علاقة طبعا لي به. طبعا نعم هي يجب تلخيصها في 3 محاور أساسية، بعد ذلك هذه المحاور الأساسية الثلاثة هي التي تحتها تندرج كل الحاجيات النفسية الأخرى. هي الحب، هي الضوابط، هي الأمن. 3 الحواجات أنا نفضلكم صار كان يكتبوا معايا السادة المستمعين، إذن لأن هناك الحب، 3 الحب الضوابط، والأمن. والأمن. يعني سنفصل في كل واحدة منها. يعني الحاجية النفسية الأساسية الأولى للطفل هي الحب. أعيد وأكرر أن هذه الأمور إن لم تشبع مثل الحاجات العضوية تؤدي إلى مشاكل بعد ذلك كبيرة في نفسية الإنسان، بل في تكوينه النفسي الأساسي العميق الذي هو نفسه لا يدري لماذا يتصرف بذلك بتلك نعم الطريقة، ولكن يعني عنده فكرة عميقة وضعت في الصغر أنه لا قيمة له مثلا، أنه غير مرغوب فيه مثلا، أن العالم مثلا منطقة غير آمنة مثلا، فهو يتصرف بعد ذلك على هذا الأساس بدون أن يعي ما هي الفكرة التي تحركه. عنده هذا الانطباع وقناعة راتقة ولا يدري من أين جاءت، وهي جاءت من السنوات الأولى تركزت ركز هي للأسف المحيط بسلوكيات خاطئة ما وبعدم إشباع للحاجيات. إذا قلنا الحب وقلنا الأمان وقلنا الضوابط المعقولة مش الضوابط القاسية. إذا الحب هي حاجة نفسية وشعور في نفس الوقت، يجب نعم أن يشعر الطفل بأنك تحبه. قل هالو، هناك دراسات كتقول بأن يجب أن يسمع الكلمة على الأقل 12 مرة في اليوم، يعني كلمات كنبغيك ولدي كنبغيك بنتي خاصها تتقال. بدون شروط، وما لأن يعرف الذي يقال في الأسرة المغربية إذا قمت بهذا سأحبك، إذا لا لا الحب من توقفت شروطي هذا هو من أسوأ الأمور، يعني ينبغي أن يكون حبا بدون هذه الشروط. طبعا كتقال له، هو مازال صغير حتى قبل أن يفهم، مازال هو مازال ما تيهضرش، فبالتالي ديك الساعة ما عنده ما يدير، نعم كيتعود الوالدين انهم تيقولوها، هو مازال ما تيدير والو، يعني هو غير مشروط، حب غير مشروط. جميل. والتعبير عنه بالقبال وبالعناق، وهذا الاحساس بالحب تندرج تحت هذه الحاجه الاساسيه اللي هي الحب، يندرج تحت حاجيات كثيره هي اللي كيسموها الناس كثيرا في واحد اللائحه طويله، فتيبان لهم داك الشيء كثير واعجازي ولا يمكن تطبيقه. هو الحب هو اللي تيعطي هذا انك تشعر انه مهم. ما الانسان نعم التدير كنت ان كنت تحبه فانت تشعر بانه مهم، يعني اذا تحدث غادي تسمع له، ماشي هو تيهضر وانت ما تتجاوبوش، هذا لا تشعر بانه مهم، فبالتالي ويتلقى الرساله انك لا تحبه. اذا غادي ساكون مصغيا جيدا لابني او لابنتي، سارضى عنه كما قلت، يعني انا سارضى عن سلوكه وسابين ان هذا الخطا ممكن ووارد، وسابين ان العجز يعني ان عجز عن القيام بشيء ساشجعه، وساثمن ماشي بالضروري النتائج ولكن المحاوله هي اللي مهمه. يعني هذه المحبه تتبان، لما التعبير عن المحبه هو واضح، ان احسسه انه ينتمي الى هذه الاسره التي تحبه، هذه هي حاجه نفسيه اللي هي الاحساس نعم بالانتماء. داكشي باش قلت لك بزاف ديال الحاجيات تندرج تحت حاجه اساسيه مهمه التي وهي الحب. المدح، انا حين احب شخصا ضروري امدحه، لا اركز على الامور السلبيه، يعني نعم انتقد انت او انتقد انتقد بادب، لا انتقد بقسوه، طبعا لا انتقد بقسوه، وانتقد السلوك وليس الطفل، انتقد تماما لا السلوك الذي اقارن، قام به بمعزل عن ذاته وعن شخصه هو. تماما لا اقارن بينه وبين غيره، انه هو الرساله التي يتلقى انا احب فلان اكثر منك، اعترف بكونه فرد مستقل، يعني احبه كانه ماشي 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 امتداد لي او لجزء مني. داكشي باش الحاجه الاستقلال دخلت هي في الحاجه الاساسيه هي الحب، انه هو انا احب شخصا هو ليس شيء امتلكه وشيء اتصرف فيه كما اشاء، وانما هو فرد مستقل امدحه احبه وعانقه، امدح انجازاته اتقبل اقتراحاته، اعتبره صديقا اشجعه لا احبطه اصغي اليه كما قلت. يعني هذا الحب هذا يتجلى في كثير من الحاجيات النفسيه الاخرى، ولكن الاصل فيها هو الحب. ان احترمته ساحبه، ان احببته ساحترمه وساحترم مشاعره وما يريد ان يقول وما يريد ان يفعل. فهذا يتجلى بعد ذلك في حكم الطفل على ذاته، هل انا انسان محبوب؟ هل انا انسان غير محبوب؟ واحترامه لذاته، وكذلك في التعبير عن ذاته يجد مساحه للتعبير، انه حين يقول شيئا نسمع له، وهذا كله اصله محاوله تلبيه حاجه اساسيه اللي هي الحب. الحاجه الثانيه اللي قلنا هي الامن.
هنا فين نعم كاين اشكال كبير عند الناس اللي كتعنف، سواء بالنقد السلبي سواء بالضرب، لا قدر الله اتمنى ان الحاله تكون ما بقاتش نهائيا في المجتمع، لان بما للأسف انه ما زال موجودة، ولكن نحتاج أكثر لرفع الوعي لدى كل من يستمع ومن يشرعن حتى هذا الضرب. أحيانا في كلام الناس الذين يوجهون نجد من يواجه ويقول هذا الأمر مشروع، فأرجو يعني أنضم لا إليك وأقول أرجو أن لا يبقى هذا الأمر مستمرا في مجتمعنا. الله المستعان، اذا لا فهمنا ان الضرب والعنف اللفظي او العنف المعنوي العنف اللفظي والعنف المعنوي القسوه والعنف الجسدي يتعارض مع حاجه من الحاجيات الاساسيه، هو محتاج للامن، والذي يشكل الامن هو بالدرجه الاولى الوالدين او من ينوب عنهما. فهذا الانسان الذي يقوم بالضرب او بالتعنيف اللفظي يضربه في حاجه اساسيه مهمه، لان انت اللي مسؤول تعطي واحد الحاجه الاساسيه ما تبقاش تعطيها وتقوم بضدها، يعني هذا هو هنا كتكمن الخطوره ديال هذا العنف اللفظي او الجسدي، لانك انت دورك اللي هو اساسي في حمايه طفلك من الامور الخارجيه لا تقوم به، بل تصبح انت هو مصدر الخوف بالنسبه له، يعني تضربه في حاجه اساسيه، حاجيه نفسيه اساسيه عنده هي حاجه الى الامن، وهنا تكمن المصيبه. يعني الاطفال المعنفين سواء انت العنف اللفظي اشد او لا يشاهدون العنف، باش قلت لك غنحتاجوا حلقه خاصه نعم للعلاقات ديال الازواج وتاثيرها على الاطفال، ان الدراسات كتقول انه سواء مورث العنف على الطفل او شاهده يمارسه على شخص اخر النتيجه نفسها. نعم واضح يعني خصو يجب ان يشعر بالامان في بيته، يعني نزيل يعني الدور ديال الوالدين انهم يجتنبوا الشده، يجتنبوا القسوه، يجتنبوا كثره المحاسبه، يبحثوا على امور تدخل مسره على الطفل، يهتموا به ويتفقدوا به، يعني هو تيحس بالامن انه خاطر يكون تيلعب ولا شي بلاصه، ساعه ساعه تنقص به، ساعه ساعه تنعيط له تنشوف شنو كاين، هذا هو التنزيل العملي انه يحس بالامن، لانه كاين شي حد اللي كاين ذاك المراقبه، يعني عارف راسه كيتحرك في واحد المنطقه اللي هي تحت السيطره ديال الوالدين، فهو امن فيها ما عنده ما يوقع له فيها. اذا هذه حاجه ثانيه مهمه. الحاجه الثالثه اللي يمكن تعجب الساده المستمعين ان كل شيء هذه تيديرها هي التوجيه صحيح، وتعليم الانضباط. أحيانا لا تنبني القاعدة الأساسية للحب والأمان فيأتي وضع الضوابط بهذه الطريقة، من ثم تكون بدون جدوى لأن الأساس غير سليم للحب والأمان بالنسبة للطفل. فأحتاج منك إلى بيان واضح وفي مكانه لهذه الحاجة. هما بثلاثة حاجيات نفسية أساسية، يعني لا يمكن إغفال إحداهما، وللأسف أصبحنا دابا في هذا الجيل نشكو أكثر من إغفال هذا الضابط الثالث اللي هو التوجيه وتعليم الانضباط. هذه الحاجية الثالثة التي يتم إغفالها في هذا الجيل كرد فعل لكونهم جيل عانى من كثرة التوجيهات وتعليم الانضباط. يعني رد لكن فعل، كان واحد الانفلات فكانت الحياة بدون ضوابط نتيجة رد فعل الآباء ربما الذين عانوا من ضرب أو عانوا من شيء من هذا القبيل. للأسف إذن أو لكثرة انشغالاتهم الآن، ولكن هو يجب وضع حدود واقعية، كل أسرة حسب مرجعيتها وحسب مرجعية المجتمع، هذا يفعل هذا لا يفعل، لا غير توقيت النوم راه ضابط، توقيت الاستيقاظ راه ضابط، لباس الاكل، لباس النوم، سميتو تغسيل الاسنان، يعني هناك ضوابط يعلم الطفل انه الامور ليست مفتوحه هكذا، انه هو لا يحس بالامان في هذا، هو المشكل ان الناس تظن ان الضوابط تؤذيه، بالعكس هو واخا يبقى الطفل يبكي او لا يعاند، ولكن هو في حاجه اليه مثل الاكل السليم، هو في حاجه اليه وان كان يعجبه مذاقه، يعني ولا بد من هذه التوجيهات وتعليم انضباط، فهي تشعره بالامان، انضباط في الوقت، انضباط في هذا حلال هذا حرام، هذا صح هذا خطأ، هذا نقوم به هذا لا نقوم به، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذه ضوابط الأسرة دون شرحها بعض المرات، انك يعرف انه ماشي دائما نحتاج الى الفهم، هذه ضوابط من هم اكبر منك، من يحبونك، من تثق فيهم، من يسهرون على امنك، يعني هذه الحاجيات بثلاثة اعيدها، الحب والامن والامان والتوجيه وتعليم الانضباط، عندما يتم تلبيتها يزدهر الطفل نفسيا. عندما يكون هناك نقص في أحد هذه المجالات أو بعض المرات للأسف لا قدر الله ثلاثة، فهذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة في الطفولة أولا، سلوكيات، تمرد، عناد، خوف، تبول لا إرادي، في المراهقة هنا فين كيتزاد الضابط ديال كيتزاد الشعور ديال الغضب، فهنا كيكون المراهق غضبان بزاف ويقوم بسلوكيات تؤذيه، فبالإدمان إن أكبر وقاية من الإدمان
هي الحرص الطفولة المبكرة على هذه الحاجيات النفسية الثلاث، أعيد، الأمن والحب والضوابط. هذا هو أكثر وقاية للإدمان، جميل. لأنك تكسب الطفل، تكسبه فكرة عن نفسه إيجابية وعن ذاته وانطباع حول شخصه وقناعة عميقة من أنا، كيف أرى نفسي، كيف أرى نفسي، هل إني إنسان عندي التقدير ديالي الذاتي أو لا، ما عنديش تقدير ديالي الذاتي. فبعد ذلك هذا سيؤثر على الطفولة، على المراهقة، بل على الإنسان البالغ الذي قد نرى منه سلوكيات هو نفسه غير راض عنها، ولكن لا يستطيع أن ينفك عنها، إن الحاجيات الأساسية لم تشبع للأسف. جميل. يعني إذا لم تشبع في الطفولة سنمد المجتمع يعني بأسر أخرى مستقبلية مبنية على أسس هشة. يعني وقد أشرت قبل قليل إن بعض التصرفات الوالدية مرتبطة بما عاشه الأب أو الأم. إذا لم نشبع حاجات أبنائنا وهم صغارا وهم أطفال الآن، هذه الحاجات النفسية، فسنساهم في إخراج يعني أسر مستقبلية غير سوية بالتأكيد. إذا حاجة إلى الحب مع كل ما يدخل في هذه الحاجة وقد فصلت فيه أستاذة الكريمة، ثم إلى الأمان مع أيضا كل الأشياء التي تدخل والتي تساعد وتساهم في تلبية هذه الحاجة وإشباع هذه الحاجة، ثم الضوابط. الآن إذا أردنا نرفع الوعي ببعض السلوكيات التي ترين بأنها تترك آثارا سلبية وتتنافى مع الوضع السليم لإشباع هذه الحاجات، فنبهينا لبعض هذه السلوكات. لا تكون والدا أو والدة متسلطة. تسلط يعني فرض رأيك على الطفل في كل شيء، هذا يؤدي إلى شخصية خائفة، خجولة وحساسة. نعم. العكس ونقد، حماية زائدة يعني لا تتيح له أي منطقة يتحرك فيها، يعني هذا أو هذا، يعني أن الأب أو الأم عندهم مشكل نفسي خصهم ما يمشوا يحلوه. متسلط في رأيه تجاه الطفل أو يخاف أكثر من اللازم فيحميه، هذاك الحماية بالعكس، هذيك الحماية الزائدة ترسل رسالة للطفل بأن العالم غير آمن، يعني إذا كنت أنت تترقبني في كل خطوة، إذا فأنت تخاف ويحس بخوفك، فبالتالي الفكرة العميقة تترسخ عنده أن العالم غير آمن، فستكون بالعكس شخصية مهزوزة وخائفة. الإهمال، سواء هناك من يهمل أبنائه لظروف خاصة أو لا، هو وحده ولكن لا يبالي بسلوكه سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فيعطي هذا شخصية متسيبة غير منضبطة، إنها مهملة لم تضع لها الضوابط الإيجابية ولا السلبية. نفس الشيء، إما أن تهمله إما أن تدلله له عن ثاني من القياس، الوسط دائما. القسوة كما قلنا قبل فصلنا فيها أن زعما أقبح شيء هو الضرب أو التهديد به، والنتيجة تكون شخصية عدوانية. المغاربة كانوا تيقولوا هدمان، تيقولوا تقدوا الكتاف الكبير يخاف. أي واحد قصيتي عليه في الطفولة تأكد أنه غيكون من بعد شخصية قاسية، أول ما سيقصو عليه هو أنت. نعم. هذه أمور بتجربة، أن تفرق بينه وبين إخوته، هذه للأسف مشكل آخر. يجب أن تكون هناك واحد النوع في المساواة، في الاهتمام، في الحب، في الكلمة الطيبة، باش يتعلم هو مقاصمة المشاعر مع المجتمع، لا يكبر كشخصية أنانية حاقدة تحاول أن تأخذ كل شيء ولا تعطي، إنها عانت من هذه المسألة ديال عدم التقييم العادل في الطفولة مثلا. نعم. إذا التسلط، الحماية الزائدة، الإهمال، القسوة، عدم العدل، ويعني كل سلوك سلبي تعطين مباشرة ما هي التوقعات، ما الذي سيحدث إذا كان هذا السلوك موجود في الوالد المربي. إذا كل سلوك يؤدي إلى شيء سلبي. ثم طبعا وعكسها طبعا هو أنك تقضي وقتا مع طفلك، تحرص أن يكون وقتا ممتعا، ليحبك كما تحب، تعبر عن الحب، تبتسم له، تعانقه، تقبله، دي مسائل عملية باش الناس ما يقولوش هضرتوا معنا في العلم بلا العمل، مسائل عملية، تتقبل مشاعره، يعني انت كتضبط نفسك وأعيد، إذا كنت كتحس بأنك لا تستطيع أن تضبط نفسك أمام طفلك، لا في الضرب ولا في رفع الصوت ولا في عدم تقبل مشاعره ولا كتخاف أكثر منه، الله يجازيك بخير، راجع أنت طبيبا نفسيا كي تكون مربيا مفيدا، إن كل ما تقوم به أنت قدوة لابنك فهو يأخذه كما تقوم به لا كما تقول، اعترف بالرأي دياله، اسمع منه، احترم الرأي دياله، إذا كان شي خطأ بأدب، كثير من الثناء،
كثير من تقديم الجهود البسيطة، راه غير طفل غيدير شي أمور بسيطة، يجيب تثمينها والتصفيق والثناء وقولها للأهل من يجي أو للأستاذة لقد فعل كذا لقد فعل كذا، الدعم والمساندة على قدر الإمكان على قدر ما يتقبله عقله في اللحظة اللي هو فيها، ابتعاد تماما عن انتقاد الطفل، وإنما تعديل سلوك لو كان كذا لكان أفضل، عدم استعمال عبارات سلبية لا له ولا لإخوته ولا لأقرانه ولا لوالدته ولا عن أبيه. الله يجزيكم بخير. شكرا. آخر كلمة ممكن توجهها لمن يستمع الآن بعد كل هذه التوجيهات القيمة، جزاك الله خيرا، آخر كلمة نختم بها هذا الحوار. آخر كلمة أستاذة وفاء، إلا بغينا نكون منسجمين مع أنفسنا في إطار الحديث عن الصحة النفسية عند الأطفال في هذا العالم الذي أصبح الآن كأنه أسرة واحدة ماشي مدينة واحدة، لا يمكن أن نغفل ما يقع الآن لأطفالنا في فلسطين، نسأل الله صحيح. لهم السلامة والعافية. وإلا كنا نحن كنهضروا على الأثر عن الطفل بين والديه، فما أدراك ما الأثر لما يعيش هؤلاء الأطفال، نسأل الله السلامة والعافية. وبما أن في إطار الصحة النفسية كان واحد هناك نظرية لسيلينجمان لباحث أمريكي بنى عليه بعد ذلك أسباب الاكتئاب، وهي العجز المكتسب، أن الإنسان إذا وضعته في وضعية يحس بأن هناك عجز فهذا من الأسباب القوية في تولد بعد ذلك اكتئاب. فإحنا نعم كناس كأناس كإنسان كوالدين كمسلمين نشاهد ما يرى ونحس بالعجز، يجب أن نقوم بشيء لكي لا نكتئب، على رأس الدعاء نعم الدعاء الدعاء والتعريف بهذا الصراع الأبدي بين وجعل الحق هذه والباطل. القضية حية في طبعا قلوبنا، هذه مسألة طبعا عقدية إيمانية طبعا مهمة جدا، طبعا ينبغي أن نحيا بها وأن لا تموت في داخلنا. كل ما يساهم في جعلها حية ينبغي أن يكون حاضرا في بيوتنا. جميل أن تماما نؤكد لأبنائنا تماما على الدعاء تماما وعلى قيمة القيمة العقدية لهذه القضية، أيضا فلسطين والمسجد الأقصى تماما وما يحدث تماما بالتأكيد بغزة الآن، ينبغي أن نكون على وعي بسياقاته بإذن الله. شكرا لأنك أشرت إلى هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك دكتورة محاسن تهامي، أنت طبيبة نفسية اختصاصية في الأمراض النفسية والعقلية ومعالجة سيكولوجية، عضو المجلس العلمي المحلي لمدينة الرباط، كنت معي في فقرة مع الناس، فشكرا جزيلا لك.